مرحبا، يعطيكم العافية. راح نتكلم اليوم عن موضوع ربط عنق الرحم، أو عند بعض النساء يسمى قطبة الرحم. ربط عنق الرحم أو قطبة الرحم هي عبارة عن ربط خيط حوالين عنق الرحم في حالات معينة، مثل الإجهاض المتكرر أو فشل الحمل في مراحل معينة، وبعد التشخيص الدقيق لأنه في توسع في عنق الرحم. وجود هذا التوسع في عنق الرحم أحياناً يؤدي إلى الإجهاض أو خسارة الجنين في مراحل معينة، تصل حتى الشهر الرابع، وعادة تكون بدون أي أعراض أو أي آلام، لعدم وجود آلام مرتبطة بالأعصاب اللي حوالين عنق الرحم، فبالتالي هذا التوسع بيؤدي إلى الإجهاض. هون ممكن نستعين بقطبة الرحم أو ربط لعنق الرحم بعد التأكد من سلامة الجنين، وجوده في داخل تجويف الرحم، وجود نبض لهذا الجنين بمعنى أنه تكوينه طبيعي. بعد ذلك نقوم بعملية، ممكن تكون عن طريق البطن، ممكن تكون عن طريق المهبل. هذه العملية هو عبارة عن وجود ربط وقطبة حوالين عنق الرحم لتضييق مساره، فبالتالي عدم حدوث هذا الإجهاض. طبعا هذه العمليات ممكن القيام بها حتى عن طريق البطن. هذه القطبة عند بعض النساء إذا كانت الولادات قيصرية يمكن أن تبقى، بمعنى أنها تستفيد منها كمان في الأحمال التالية. في ناس كثير بيسألوا عن قطبة الرحم أو ربطة عنق الرحم، هل هي ضرورية لكل من تلجأ لوسائل المساعدة على الإنجاب أو في موضوع الحمل بتوائم؟ الإجابة هي لا، مش الكل بيحتاجها. طبعا حسب تقييم الطبيب وحسب تشخيص الطبيب وحسب التقييم لعنق الرحم نفسه في مرحلة الحمل، فإذا كان قصير أو إذا كان في توسع يتم اللجوء لها، وإذا لم يكن كذلك فيمكن الاستغناء عنها. بالسلامة.